I feel strange. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملنا بعض لعبة هيل سيد. المرة اللي فاتت وصلنا ان احنا ندور على المخبأ السري او الممر السري. طيب بس مش عارف اروح فين. نروح الحمام اللي اتفتح دلوقتي. مين الباشا اللي كان واقف ده؟ الطفل بيعيط. طبعا اسلم. حرام حرام اللي بيحصل ده. الطفل بيعيط بس في نفس الوقت هو ثابت ما بيتحركش. بيفتح كده نبص في اي حاجه حوالين الباب مقفول. جوانتيات لعينة. شد السيفون يا ابني. الصوت هو مفتاح. مش حلو حلو الكلام. اقعد عيط انت بس انا هسيبك وامشي. معلش الباب اتفتح لوحده. مش عارف مش هروح فين. طيب خش نبص هنا شوية على السلم. اتحط قشطة. رسمة جميلة حلوة. بابا وماما حبايبي خد السلم معاك. طبعا السيلر. طيب انت ليه هتدفع خردة ديت؟ مفيش حاجة هنا برضو. مفيش حاجة. مفتاح اهو. هات المفتاح ده. هلك هلك. كمل بقى. ممكن نبص في المطبخ. الفكرة دي كانت مقفولة. اتفتحت اهي. نقولها يوزد لانش روم هاتش كي. هاتش هاتش كلمة هاتش دي غريبة شوية بس ما علينا. نروح فين تاني بقى؟ صوت الراديو بقى المخيفة زي بي تي برضو. بس بي تي كان الراديو كان صوته صعب قوي. مفيش حاجة تدوس عليها عشان توقف صوته. ما علينا. نروح فين تاني؟ بقول اكمل على فوق خلاص. ليه اللي بيعملوا كده في الواحد؟ مش عارف. هو تقريبا حد بيكهربه باين. مالك يا عمو؟ مالك؟ طب يد. The lights are out again. The lights are out again. انزل تحت احسن. ايوه بقى جينا الاصوات بقى الحلوه ديت. تخيل واحد يقفل اللعبة ويقوم ينام. نكمل طوالي. وراك وراك. مفيش حاجة هنا. مفيش. باب مقفول. هي التلاجة مفتوحة ليه؟ ما كنتش فاتحها. ليه ده؟ ليه 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 كده حرام؟ ماشي ساب لي الواد ومشي. شكرا يا عم. كمل كمل وخلاص. تجيب الواحد تجيب الواحد مشكلة نفسية. نونا ميتة. نونا العين. ده المفتاح بتاع الاركو دور اللي في اول البيت.
روح عنده خلاص. هو فتح اهو. حلو. المفك العين. You picked up a star screwdriver. انا فاكر بقى في حتة في اللعبة اللي تحت السلم. طب نروح لها بسرعة كده. وماشي عريان كمان يا حاج. ماشي. طيب فين فين؟ اهي اهي ايوه هي دي. سيلر دوركي ده اللي كان موجود في الخريطة. طيب نروح على هناك. اللعبة فيها جامب سكيرز كتير ف شيء ممتع جدا. الادرينالين اليوم مرة واحدة كده هو طالع في راسك تموت فيها. مفيش حاجة في الأوض برضو. يمكن الاتموسفير عامل زي بيتي شوية، لكن بيتي كانت أصعب من بيتي. كان عبارة عن لوب ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. كان فيها مشكلة في اللوبس بتاعتها، انت مش عارف تفتح الباب ازاي في كل مرة. المرة دي يمكن اللعبة بتعتمد شوية على الاستكشاف والتحقيق بتاعك. ننزل على تحت بقى و مش عارف ايه علامة الكروس اللي ظهرت ديت، بس مش تحت هنا. الساوند تراك بتاع اللعبة عالمي. انا مش عارف انزل هنا ولا من الناحية التانية. طب من الناحية التانية حاجة في الالعاب انك تيجي ماشي في مكان وما تغير رأيك وترجع المكان التاني ويطلع المكان ده هو المكان الغلط، بس انا هكمل. تقريبا بيعملوا النبيذ. عشان استخبى فيها. حيطة حيطة. ارجع ورا ارجع ورا. حس اكن في مية في الارض بس هو مفيش حاجة. الاضاءة بس اللي عاملة كده. طب واختصارا بس الوقت، هي الورقة اللي احنا جبناها اللي مكتوب فيها AF8 وBC9 وBD7 دي كلها في الاخر هتبقى عبارة عن الباسورد بتاع الكيبات ديت. يعني مثلا AF8 فهنشوف هنلاقي ال AF8 ديت مثلا اللي هو AF اللي هو هيبقى امره في البيانو، 8 اللي هو تامن رقم اللي هو مثلا هيبقى 1، وهكذا هتقعد تمشي في الاسماء كلها لغايه لما يجيب لك الباسورد دوت. عشان الوقت بس. ليه يا حاجه؟ ليه ليه ليه؟ ما ده الراجل ده ولا الست. تمشي يا عم. بلوك سيلر دور. هعمل بلوك للسيلر دور ازاي يعني؟ بيدور عليا. لا مش شايفني. ما شافنيش. ايوه هات الخشبه الحلوه دي. ترن اوف فلاش لايت. اقفل نور الكشاف. ليه ليه كده ليه؟ شكرا شكرا. نرجع من الاول تاني بسرعه كده اهوت. احنا خدنا اول خشبه هنكمل عشان الانجاز. اقفل نور الكشاف يا صاحبي. الخشبة التانية اللعينة.
ترن اوف فلاش لايت تاني. اجري 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 يخرب بيتك. شبه ايه؟ يلا يا لهوي يا سنين السودة. ده عمالي كل يجيلي من كل حتة، انا زهقت. بس خد اخر شبك بقى. اجري اجري. Now I can block the cellar door. دلوقتي اقدر اقفل الباب. الله ينور عليك بصراحة، يعني ما انت كان معاك مفتاح اصلا من الاول كان ممكن تقفله بيه. ما علينا. بسرعة في قفل الباب بطريقة مش طبيعية، وأنا منبهر بحاجة زي دي. كده طبعا دي لعبة، إن ماشي الدنيا. I'm safe for now. أنا آمن. حد هنا حد كان جوه؟ رد يا عم على التليفون يا عم، رد يا عم على التليفون يا عم. المحقق Detective Toscani. Hi Inspector, it's Angela. ازيك حق انجلا؟ Good news. I dug a little deeper and now we have the doctor's patient list. We can fax it over to you. Yeah, I don't know if there's a fax machine here. Listen to me, Angela. I found the secret passage. Inside there was a maniac who tried to kill me. For now, I've got her trapped behind the cellar door. She can't get upstairs. But you have to send in reinforcements now. لازم تبعتي لي قوة. I'll try. لأن المجنونة تحت. But we've got problems here at the police station. We're stretched thin as it is. Someone detonated a bomb nearby. We're trying to figure out what's going on. حد فكر قنبلة جنب الاسم، فاحنا خايفين جدا. شايف انا بعت لك حد. In the meantime, I'll try to find a fax machine. I have to understand why that monster was down there. لازم افهم ليه الوحش ده كان موجود تحت. وفي نفس الوقت هيحاول يدور على الفاكس ماشين. شكرا جدا لمتابعتكم ليا. المرة اللي بعدها هنحاول نشوف الفاكس ماشين اللي هو بيدور عليها. مات كات الالعاب. اديني لايك، اديني سبسكرايب. ولو عايز تكتب حاجة في الكومنتات عن التعليق الغريب بتاعي، قشطة عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.